بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 175. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. انتهينا إلى هذا الباب، باب حد المسكر، لأننا ما زلنا في كتاب الحدود. ومما لا شك فيه أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. نحن الآن مع حفظ العقل الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاصية لهذا الإنسان من بين سائر المخلوقات، فضله به والتفكر في آياته. فالعقل أداة عظيمة من الله بها على هذا الإنسان البشري، وميزه به على غيره من المخلوقات، فهو منحة من الله وميزة لهذا المخلوق، فلذلك أمر الله بحفظه وصيانته، لأنه تتعلق به الأوامر والنواهي والثواب والعقاب والخطاب والتكليف، فهو ذو أهمية عظيمة في هذا الإنسان. الله جل وعلا أمر بحفظه وعدم تعاطي ما يخل بالعقل أو يؤثر فيه أو يعطله، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى حرم كل ما يخل بهذا العقل أو يعطله من المسكرات أو المخدرات أو المفترات، فحرم الخمر ومشتقاتها لأنها تزيل العقل، تحول الإنسان من إنسان إلى أحط من الحيوان في تصرفاته وتعدياته. وحرم من باب أولى المخدرات، لأنها تقضي على العقل وعلى الجسم وعلى الحياة، فيصبح متعاطي المخدرات عالة على أهله وعالة على المجتمع، وبالتالي لا تبقى له حياة سعيدة، بل هو يعيش في هم وقلق واضطراب. فمنهم من يريد الخروج عن هذه الحياة التي خدرت وأفسدت، يريد أن يخرج منها إما بالانتحار وإما بأي سبب من الأسباب. فلذلك المخدرات أصبحت جريمة اجتماعية عالمية.
فكل دول العالم تحاربها لأنها تؤثر على سلوك الإنسان، تؤثر على وتخل بالأمن وتهدر إنسانية هذا الإنسان الذي ترجو منه دولته أن يكون عضوا صالحا فيها. فلذلك تحاربه الدول الكافرة والمسلمة على حد سواء. ولكن الإسلام سبق كل مذاهب الأرض في حفظ هذا العقل وصيانته، وحرم المخدرات لأنها تقضي على هذا الإنسان قضاء مبرما، وإنما يروج هذا الوباء الخبيث أشقياء البشر وأعداء الإنسانية الذين يريدون القضاء على الشعوب والعبث بمقدراتها، أو يروجه أناس جشعون يريدون المال فقط لا غير المال، ولو بترويج هذه الجرثومة الخبيثة. فلذلك صارت العقوبة رادعة على من يروج هذه المادة الخبيثة بأنه يقتل، يقتل حتما وينكل به، لأنه من المفسدين في الأرض، بل هو أعظم المفسدين في الأرض، لأنه يقضي على الدين ويقضي على الأعراض ويقضي على الحياة ويقضي على المجتمعات، فهو وباء خبيث. وكذلك حرم الإسلام الخبائث التي تفتر الجسم وتصيب الإنسان بالفتور والكسل والتعطل عن العمل. حرم الدخان والقات والشمة لأنها وإن لم تكن مسكرة إلا أنها مفترة، وفي الحديث النهي عن كل مسكر ومفتر، فهذه المفترات من الدخان والقات والشمة وما أشبه ذلك، هذه تكسل الإنسان، وربما أنها تعقله عن أداء الصلوات في أوقاتها. فهؤلاء الذين يتعاطون ما يسمونه بالتخزين يبقون مدة وهم جالسون، ليسوا مع أهل الدنيا وليسوا مع أهل الآخرة، وإنما هم عالم غريب يمر عليه الأوقات من الصلوات فلا يقوم للصلاة، وبالتالي لا يقوم لطلب الرزق ولا يقوم لتربية أولاده ومصالح أهله، لأنه بقي طاقة معطلة إلى أن ينتهي وقت التخزين المعروف عندهم. فعلى كل حال دين الإسلام جاء بما يصون العقول وما يصون الأجساد عن العبث وعن التلف، لأن الله خلق هذا الإنسان لمهمة عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق الإنسان ليكون عاملا في الحياة ينفع نفسه وينفع أقاربه وينفع المجتمع المسلم بكده وكسبه وعمله الشريف النزيه. فكل ما يتعارض مع هذه المهمة فإن الإسلام يحرمه، ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه الآن، وهو المسكر وحده. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله تعالى: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. هذا بيان حكم المسكر، أن كل شراب أو كل مأكول أو كل ما يتعاطى عن على أي وجه من الوجوه وهو يسكر، بمعنى أنه يزيل العقل ويغطيه،
فالإسكار هو إزالة العقل أو تغطيته، فكل ما يتسبب في هذا الأثر والجناية على العقل فإنه حرام. وهذا مأخوذ من الحديث، من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، هذه القاعدة يا شيخ تسري في غير الخمر، قاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام، يأتي هذا. نعم. قال: وهو خمر من أي شيء إن كان. نعم، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر، أي ما أسكر كثيره فهو خمر، والخمر معناه ما يغطي العقل، ومنه الخمار الذي يغطى به الرأس، فالخمر هو ما يغطي العقل، سمي خمرا لهذا المعنى. فكل ما يسكر فإنه خمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فما أسكر فهو خمر حقيقة وحكما، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقالت طائفة إن الخمر الحقيقي هو عصير العنب خاص، هو ما أسكر من عصير العنب خاصة، وما أسكر من غيره فإنما يسمى خمرا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأنه يلحق بالخمر حكما لكن لا يسمى خمرا لغة وحقيقة. وهذا لا شك أنه قول لا وجه له من الصحة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي على كل قول، قد قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، حكم أن كل مسكر فهو خمر من أي مادة، ولم يقل مسكر العنب خمر، وإنما قال كل مسكر. فالذي يقول إن هناك شيء يسكر وليس بخمر هذا مخالف لنص هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهو خمر من أي شيء كان، يعني سواء كان من العنب أو من الفواكه أو من أي شيء من الأطعمة والأشربة، كله يسمى خمر حقيقة وحكما، خلاف الذي يقول إن ما عدا عصير العنب يسمى خمرا حكما لا حقيقة. نعم. ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. نعم، لا يباح شرب الخمر لأي وجه من الوجوه، لأن الله حرمه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مضر ومؤثر تأثيرا قبيحا، فلا يتعاطى لأي غرض من الأغراض، لا للذة، وهذا من باب أولى، فلا يقال إن الخمر فيه لذة، بل هو شر ليس فيه لذة، وإنما فيه نشوة وطرب، يؤديان بالتالي إلى زوال العقل وإلى التصرف البهيمي. لا للذة ولا لتداون، فلا يجوز اتخاذ الخمر للدواء. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرمت الخمر فقال: يا رسول الله، إنه يصنع الخمر للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنها داء وليست بدواء. فبعدما حرمت الخمر سلبت منافعها فأصبحت داء، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه، والأمر بالاجتناب معناه اجتنابه من جميع الوجوه، لا للتداوي ولا للذة ولا لغير ذلك من الأغراض. نعم. ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش. ولا عطش، لو أنه عطش وليس عنده إلا الخمر فإن الخمر يزيده عطشا لا يذهب العطش، لذلك لا يجوز له شربه. نعم. ولا غيره من الأغراض، أن يشربه لغير ذلك من
من الأغراض التي يدعيها الناس. نعم. قال إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. إلا في لا يجوز استعمال الخمر إلا في حالة واحدة، حالة ضرورة، إذا غص بلقمة بأن اللقمة نشبت في حلقه. نعم. فوليس عنده ما يدفعها به، ولو لم يدفعها فإنه يموت لأنها تخنقه وتسد عليه النفس، فله أن يزيله بالخمر، لأن الخمر مائع وسائل يزيل الغصة، يزيل الغصة، فهذا من باب الضرورة. والله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا توقف الأمر بين كونه يموت بالغصة أو يتناول جرعة الخمر لدفعها فإنه يدفعها إبقاء لحياته. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. هذا بيان ما يترتب على شرب الخمر، فرغنا من الكلام في تحريمه وبيان حقيقة الخمر، والآن حكم من شربه، الآن حكم من شربه، من شربه فإنه يقام عليه الحد، لكن بشرط أن يكون مسلما، بشرط أن يكون مسلما. أما الكافر فإنه لا يقام عليه الحد لأن عنده الكفر وهو أعظم، وأن يكون عالما بأنه، أن يكون المسلم عالما بأنه خمر، فلو شربه على يظن أنه عصير أو أنه مباح ثم تبين أنه خمر، يعني يكون جاهلا بحقيقته أنه خمر وجاهلا كذلك بالحكم، ويتصور أن يكون جاهلا بالحكم إذا كان حديث عهد بالإسلام أو في مكان لم يبلغه تحريم الخمر، فإنه يعذر بالجهل، قوله صلى الله عليه وسلم يدرى الحدود بالشبهات. فإذا انتفى عنه العذر فإنه حينئذ يقام عليه الحد. أعد. قال وإذا شربه المسلم مختارا، مختارا يعني بثلاثة شروط، أن يكون مسلما. نعم. يخرج الكافر، إلا أن الكافر لا يشربه في بلاد المسلمين كما سبق، ولا يتظاهر به في بلاد المسلمين، لكن لو شربه خفية ولم يعلم به أحد فإنه لا يقام عليه الحد. هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما. ثانيا، أن يكون عالما بأنه خمر. الشرط الثالث، أن يكون شربه مختارا يعني غير مكره، فإن أكره على شرب الخمر فإنه لا حد عليه ولا مؤاخذة، لقوله سبحانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. حد الخمر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد نحوا من الأربعين، جلد نحوا من الأربعين، فكان جلد الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من الأربعين. فلما كان في خلافة عمر وكثر شرب الخمر، لما اتسعت الفتوحات ودخل في الإسلام العالم الكثير، كثر شرب الخمر من الفسقة، استشار عمر رضي الله عنه أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار كعادته رضي الله عنه في الأمور المهمة، استشارهم فأشاروا عليه بأن يزيد على 40 وأن يجعله 80 جلدة قياسا على القاذف، لأن الله نص على أن القاذف يجلد 80 جلدة، قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قالوا لأنه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، إذا هذا افترى يعني قد يقذف، فجعلوه 80،
فكتب عمر رضي الله عنه بذلك إلى عماله أن يجلدوا الشارب 80 جلدة، وأجمع على ذلك الصحابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا يكون من سنة الخلفاء أن شارب الخمر يجلد 80 جلدة. استقر على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم عليه. نعم. قال: 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. فالحر يجلد 80 جلدة، وأما الرقيق إذا شرب الخمر يعني المملوك فإنه يجلد 40 جلدة على النصف من الحر، لقوله تعالى في الإماء المزوجات: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور على الزنا، العذاب المذكور على الزنا في القرآن هو الجلد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والله جل وعلا يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات. والذي على المحصنات في القرآن يعني الحرائر، المحصنات المراد بها هنا الحرائر، والذي على الحرائر في القرآن هو 100 جلدة، نصف الثمانين أربعون، نصف المئة خمسون، نعم، ونصف الثمانين أربعون، فيكون على النصف قياسا على حد الزنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزير. التعزير هو التأديب، ويطلق التعزير ويراد به النصرة والتوقير والاحترام، فهو من الأضداد كما يقول اللغويون، هو من الأضداد. نعم. يستعمل بمعنى التأديب، ويستعمل بمعنى التوقير والاحترام والاتباع. قال تعالى: فالذين آمنوا به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. عزروه معناه اتبعوه واحترموه ووقروه. وقال سبحانه في بني إسرائيل: وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني ناصرتموهم ووقرتموهم. وقال سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني تعزروه أي تتبعوه وتناصرونه وتحترمونه وتجلونه. هذا ما يكون من باب الاحترام. أما المعنى الثاني فيراد بالتعزير التأديب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهو التأديب. نعم، وهو واجب على أحد المعنيين. نعم. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. حكم التعزير أنه واجب، لأن الحاجة داعية إليه لردع الناس عن فعل ما لا يجوز لهم فعله، فلا بد من رادع في الدنيا مع الوعيد الذي في الآخرة. والرادع على قسمين: إما أن يكون حدودا وضعها الله سبحانه وتعالى فلا يزاد فيها ولا ينقص، مثل ما سبق في كتاب الحدود. نعم. وإما أن يكون تأديبا يمنعهم من فعل ذلك الشيء ويزجر غيرهم، وهذا ليس له فيه حد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يفوض إلى ولاة الأمور بما يرون فيه المصلحة، ويرونه رادعا للمجرمين عن تعاطي الإجرام، فهو موكول إلى اجتهادهم. فهو في كل معصية، أي في كل محرم لا حد فيه في القرآن والسنة، مثل الحدود السابقة، ولا كفارة، وليس فيه كفارة، لأن الله جل وعلا وضع روادع وهي على قسمين: إما حدود وإما كفارات. الحدود عرفناها، والكفارات مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، فهذه وضعها الله روادع عن هذه الجرائم.
فكل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة فإن الواجب فيها التعزير. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سوف ندع ما يمضي فيه المؤلف لبيان ذلك إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية لقاء هذه الحلقة. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم مستمعين الكرام ما تكرمتم به من الاستماع والمتابعة. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.